واحد تحية واحد السلام عليكم بالنسبة الإخوان الأصدقاء اللي كيطلبوني حكي معفك عفك عفك قولي لنا طونجي ميت كذا هادي كيفاش كتبقى تلقاي الرموكة ديالك كيفاش بالنسبة صحاب الاكسبور لامبور أنا دابا داخلة لامبور أنا دابا دزت خديت البون مسائل هالبون ها هو ديال الرموكة راه ديجا عندي غادا نمشي دابا أنا كنبغي نصور حتى شي واحد زرب خلاص أنت باش ما نصورو حتى شي حد غندور تليفون مكنبغيش نصور الدراري خصوصا لي سيكيريتي طيعهم الله يسهل عليهم خدامين في الحالة الله يحفظهم الله ييسر ليهم حتى هما راهم بحالنا وحسن منا كاع راهم تيضلوا في هذا المهم هذا راه متقل واحد شوية غنزرب عليه ونمشي حتى أنا مزربة واحد شوية وغدا عند راه مسموح ليا الخط ها هو راه خط أنا غنمشي دابا للبارك كاين هاد البارك اللي اليمين وكاين واحد على اليسر وكاين واحد لتحت من دزت أنا دابا عارفة الرموكة ديالي راه كاينة هنا المهم أنا غادي نقلب عليها كنبدا غدا من هنا وكنشوف الرموكات كدا 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 كنضرب على الماتريكين من هنا أنا دابا غادي نقلب على الرموكة ديالي أنا غادي ندخل دابا كاين الكولوار اللي على اليسر ها هو وكاين هذا البارك اللي على اليسر وكاين هذا اللي على اليمين انا دابا غادي ندور هذا اللي اليمين وغنبدا غدا كنقلب على الرموكة ديالي انا دابا راني عارفها فين كاينه ولكن سيبوزو ما عارفاهاش كنبقى نقلب كنوصل هنا كنمشي بشويه عليها حيت هاد الكولوار انا عارفه ديال اللي غاديين كنبقى نضرب على الرموكة ماشي هي اصلا انا اللي عندي رموكة زرقاء غادي نقلب دابا ملي غنجي فين ما تبان ليا الماركه ديال الشركه اللي خدامه معاهم السميه ديالهم كنوقف كنقلب عليها انا غادي نوقف ما غادي نشوف هاد الرموكة هادي واش هي هذه الرموكه اللي باغا انا صافي دابا غنمشي نجيب الدوره شوف جاي انتير دي هذا اللي جاي قدامي دابا جاي انتير ما خصوش يدوز من هنا السلام عليكم لا هذا الانتير دي الرمب اخرج لا من اللي حسن لك ولا شي انتير دي تلاقى مع شي واحد الله يحفظك خويا ديما مبغيك مراكو عند مراكو اليوم لاعب منتخب كيف كنعرفو صافي كنهربوا على هربت على داك الفاري وداك الشيء المافيين راه من مشى المافي هي ديك الطريق ديال الخروج راه من غادي المافي خلى الطريق القريبه وجاي للصعيبه واخا انا بغيت غير باش نشرح لكم واحد النقط يا ربي نلقى شي واحد اللي يصور لي ليا التليفون انا غادي نقلب على الرموكه ديالي انا تاكدت منها هي كيكونوا الماتريكيلات في الرموكات كيكونوا تقدامهم ها هما بحال هاد الرموكه هي القدام راه بلاكه حمراء ديال الرموكه الرموكه اللي باغا انا ها هي شوفي مقطعين ليا دابا الرموكه شوفي مقطعين هاد عاطيني قضيه مزيره عندي هنا ولكن انا غنجي غندير بحال السبعه مزيراني هذا مقطعين هادي ديال اوترانزا هنايا قدام واخا انا غادي ندير بحال الشكل ديال السبعه ما عنديش كي غندير ايش شي حل اخر غير هذا اللي غندير دابا ولكن اصلا ملي كتبغي تكروشي شي رموكة ولا تكروشي شي رموكة عفوا تكروشي شي رموكة كتخلب على الحل الطريقة المناسبة باش تقدر تاخدها واخا تكون شي بلاصة ضيقة صافي دابا الرموكة ديالي انا تقادتيش معاها غادي انا ندير فيديو هاهي دابا تقادتيش مع الرموكة من هنا تقادتيش معاها من هنايا دابا كيبقى ليا التقنيات انا غنقرب عند الرموكه وما غاديش نكروشيها غادي نبقى بعيده عليها الا كان الفانتوز غنشوف الا دازو الا السيلات دايزه هي هذيك ما دايزاش كنهبط الفانتوز انا دابا عندي السيلات دايزه دابا غادي نهبطكم معايا بالتليفون غناخد الليكاس ديالي اول حاجه انا خليت اتساع غادي نطلع غنركب نطلع نركب تيكسي بلات
كنتمنى يكون تصور هذا الشيء اللي درت، يا ربي يكون تصور، ما عنديش اللي غيعاوني في التصوير. انا دابا كنتاكد بان البيفو مقدم على الصيلات. غادي نطلع غنكمل الكروشاج ديالي، قبل ما نكمل الكروشاج غنمشي نبلوكي الرموكه باش ما ترجعش بيا اللور. انا غنمشي غنبلوكي الرموكه. ديجا مبلوكي، ها هي ديجا مبلوكي، ها باش تحيد البلوكات كتبت ديجا مبلوكي. غادي نمشي غادي نكمل الكروشاج وغادي نجي نطلع البيكياس، عم مهزوزين من الكروشيت. كنعتذر الفيديو تقطع بحكم طاح التليفون وتقاس. غادي نحاول نقلع بالرموكه، صافي مزيان راه ثابته في بلاصتها. غادي نمشي غادي نمشي نطلع البيكيات. البيكيات عندي راه ما تقطعوا من الارض، حيت ملي طلع من الكروشيت هزات الرموكه، الا ما تقطعوش من الارض كنطلع الفانتوز من عندي. دابا راني غاده مزيان. فين غنحط التليفون؟ فين غنحط التليفون باش يصور شي تصويره مزيانه؟ ما كاينش فين غنحط التليفون. البيكيات الا دورت الاتجاه اللور كيتجمعوا، الا دورت القدام كل رموكه والسيستم ديالها. كاين شي مرات ولكن اغلبيه كدور اللور، كيتجمعوا البيكيات كدور القدام كيهبطوا. انا دابا غادا نمشي بالسيستم ديال هاد الرموكات اللي كنجر ديال ان تمتعوا لي بهذا المنظر هذا زوين. انا من عشاق الرموكات، داكشي علاش ما كنشوفش رموكه امبيكابل. المهم انا راني طالعه غير بروميير، راني لقيت مشكل.
الكياس اللي كنطيحو فيهم الكعبين. لا راه شوف شحال كتطلع منين باش كتطلع. نشد لكم التليفون طالعش ما طالعش كتطلع بالميليما ديالها تقطعت من الارض شويه. خاصك تبقى دابا بروميير دوزيام ما بغاش تغطي كاع. واحد اللاكس هو اللي حركتو عاد تعطات واحد شويه بروميير ما كانت بغات تعطي لا بروميير لا دوزيام. عرفتي العذاب عرفتي كتطلع بالميلين ويجي واحد بركاب يقول حكيمه حكيمه زايده علينا حكيمه وحنا اللي في الحلق ديالهم حكيمه. والله تسخفت والله تسخفت. شتي صوني ليا شي حد نجاوب مشى باقا كانت جابت تليفونه باقا كانت دابز التكيات. والله الا الرياضه ديال بصح نيت ولكن راه ظهري ضرني. شوفي عا بالعكس النهار اللي بغيت نصور لكم زعما باش دوز داكشي بالزربه صدق تعطلت في هذا والفيديوهات تقطعوا ليا بجوج تقطعوا يعني خصني نجمعهم غنجمعهم في لابليكاسيون. شو دابا شتي كي تطلع حرام. انا ليسونسيال توصل لكم المعلومه والفكره للسهوله باش كنكروشي ونديكروشي. وانا دابا عندي المشكل في البيكيات ماشي في البيكيات هما فيهم ديفو ميكانيك يعني ماشي. اما راه ساهلين باش كيطلعوا كدير لهم زرزرزر ما كديرش فيهم حتى دقيقه كامله ولكن دابا هادو لقيت فيهم مشكل. يا ربي يقول يحطها في الديبو باش ملي بغى يحطها في الديبو يحطها اوف يحطها عبد الغني باش هو يضرب معاه العذاب. ها ضاري ضاري صافي بركه واقيلا حنا اصلا ما كنمشيو لها بركه راه لاطراس ديال هادوك بركه عليا اصلا مقعدة مع هذا الفيديو يهرس لي التليفون اليوم. ملي ما كتلقاش بلاصه ديال هذا كتحاول تدخل هنا وصافي. واخا الخطوه التاليه غناخذ البلايك غناخذ البلايك نمشي نركبهم غندير كات سينيال باش تاكدوا الضوء وغنش تاكد بانهم خدامين. يقدر يلقاني الليل انا شعلت الضوء دابا راه خدام. غندير كات سينيال كنمشي كنحيد البلوكاج ديال الرموكه كنركب البلايك تحديد السرعه كنشوف دوك كات سينيال واش خدامين كندوز حدا البلوكاج نحيدو هو الاول كنشوف الفانتوز ديالي مقاد كتاكد بان هادو ما قايسينش هنا كنزيد نطلع واحد شويه باش كنطلع كنبرك وكندفع على اليسار ضروري واحد تليفوني مشى غتشريو ليا تليفون ضروري خص شي واحد يشد معاك. ما عندي ما ندير لكم هذا الله جهدي عليكم. ها هو دابا دورت على اليسار ها هو كيطلع الفانتوم بغيتي تهبط كتهبط دابا غنديرو نورمال صافي دابا يتقاد حيت جبان ليا هادوك قايسين واحد شويه لي زال قايس باش ما يبقاش احتكاك وتعلق فيه الله يسامح الطريق ولا شي حاجه كيعرف تقول لي تقاشري. المهم دابا غنزيد واحد شويه غنتاكد عاود واش باقيين هما هادوك ولا لا. بالنسبه للبلاكه ها بلاصتها فين كتركب السينيال خدامين راه السينيال الاول السينيال الثاني. قالت لي دابا الرموكه كندور بها ياك ما فيها شي حاجه ياك ما مهرسه ياك ما محلوله كنشوف الفوق كنتاكد بان دوك مشادين في بلاصتهم. هذا راكب كنركب البلاكه انا غنركبها ونرجع نهز التليفون.
تزيد السرعه ديالي ركبته. مسائل ديالي نادي كنادي، البلوكاج حيدته، الوراق ديال الرموكه كتلقاهم واحد الصندوق، راه نسيت ما جبدتهم قبيله، انا غنطلع دابا نجبدهم. يا اما كتحطهم حداك ولا غير كتشوفهم واش كاينين. ها هي الصندوقه، انا غنطلع دابا غنشوفهم واش كاينين، ما غنحطهمش حدايا حتى لو كان شي باراج ولا شي حاجه، غنطلع نجبدهم ليهم، المهم غنتاكد راهم كاينين. تحياتي، السلام عليكم، ورانا عاوده بعد الفاصل.